الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم جميعا. نعم، بإذن الله تبارك وتعالى بيتا آج هم پڑھیں گے ورک شیٹس، ٹھیک ہے بیٹا؟ چپٹر نمبر 8 جو ہے ان کی جو ورک شیٹس ہے ہمارے پاس، آج سے ہم وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں بعون اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ. نعم، تفضل يا ارسلان، تفضل. نعم، حاضر الرجل. نعم، دیکھیں بیٹا، یہ جو ہمارا چپٹر تھا، بیسک کنسپٹ، دا بیسک کنسپٹ واز ان دس چپٹر کہ ہم کیسے عربک میں بولیں گے دس مین، یا یہ آدمی، یہ لڑکا، یہ گھر، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہم نے سیکھا تھا عربک میں کہ هذا رجل، this is a man، یہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب ہمیں یہ سیکھنا تھا کہ ہم کیسے بولیں گے in Arabic language this man. جید؟ جيد، نعم، تفضل. اقرأ بصوت عال. نعم، أريد ألو اقرأ بصوت عال. نعم، هذا الرجل تاجر، وذلك الرجل طبيب. جيد جدا، جيد يه جدا، آدمي تاجر هي وروح آدمي دكتور هي. جيد جدا، استمر. اسم التاجر محمود، واسم الطبيب سعيد. نعم، اسم التاجر محمود، واسم الطبيب، نعم، واسم، لأن هنا نعم همزة، همزة، نعم، الوصل، أليس كذلك؟ نعم بلى بلى، بلى. نعم. إذن نقول اسم التاجر، أو نقرأ اسم التاجر محمود، واسم الطبيب سعيد، تمام؟ تمام. جيد جدا، ترجم. سريع. سوري، تاجر كان محمود هي او دكتور كان سعيد هي. ما شاء الله، ما شاء الله، أعرب هذه الجملة. نعم، اسم التاجر اسمه مبتدأ، تاجر التاجر بدل، ومحمود خبر، اسمه و حرف عطف، اسمه مبتدأ، الطبيب سكى بدل، وسعيد خبر. ما شاء الله، ما شاء الله، تفضل يا مزمل، تفضل. نعم أعرب هذه الجملة، اسم نعم التاجر محمود، واسم الطبيب سعيد، أعرب. نعم اسمه مبتدأ التاجر محمود كبا، التاجر بدل، اسم مضاف، تاجر مضاف إليه، واسم نعم واسم مبتدأ الطبيب سعيد كبا. تفضل يا أحمد، تفضل، أعرب هذه الجملة. نعم، اسمه مبتدأ التاج التاج محمود، والتاجر صار خبر، واسمه حرف يلا عطف. بصوت عال، بصوت عال، أعرب بصوت عال. اسمه اسمه مبتدأ نعم، التاجر التاجر محمود خبر، تفضل يا شيان، تفضل، أهلا وسهلا، تفضل، أعرب هذه الجملة.
اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. سرق اسمه اسم مضاف، والتاجر مضاف إليه، واسمه مبتدأ، التاجر محمود خبر، وحرف عطف، اسم مبتدأ، الطبيب سعيد خبر. تفضل يا أسرار، تفضل، أهلا وسهلا. أسرار موجود معنا؟ نعم، أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ طيب؟ أنا بخير والحمد لله. جيد جدا. نعم، اقرأ هذه الجملة. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. نعم، اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. نعم، ترجم. تاجر کا نام محمود ہے اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. جيد جدا، أعرب هذه الجملة. سر یہ اسم جملة الاسمية ہے. سر یہاں پہ اسم التاجری مبتدا محمود خبر، واسم واہے واسم الطبیبی ہے مبتدا سعید خبر، اور پہلے سینٹنس میں تاجر بدل اور دوسرے سینٹنس میں طبیب بدل. مزمل، عندك أي استفسار؟ تفضل نعم اسأل. سر، اسمه مبتدا نيه سر، اسمه التاجري مبتدا. سر اسمه نعم التاجري نعم مبتدا ہے جسکو نعم التاجري بدل سکتے. سر جو اسم التاجري ہے نا نعم سر، وہ اصل مبتدا ہے، لیکن سر سمجھانے کے لیے ہم التاجري کو بدل گئے. يلا عد سر مرة نعم أخرى. نعم نعم سر 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 یہاں پہ التاجری بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ نعم، السلام عليكم. سمجھتو لحظة اسم لحظة، التاجری انتظر مبتدا. انتظر دقيق، انتظر لحظة، تفضل يا أرسلان، تفضل. سر اسم التاجري مبتدا. اچھا مجھے یہ بتاؤ، بدل کس کس نے بولا؟ ایک تو أرسلان. سر پہلے میں نے کہا تھا، لیکن سر مجھے اب سمجھ میں آیا. وہاں پہ تو سر اسم اشارہ تو ہے نہیں سر، تو نعم نعم التاجری لا بدل کیسے ہو يوجد سکتا؟ اسم إشارة هنا. اسم إشارة بيتا نعم يہاں پر ہے ہی نہیں، تو بدل کہاں سے لایا آپ نے؟ نعم مزمل، نعم یہ میں نے بھی سوچا تھا، لیکن سر بولنے کا موقع نہیں ملا. نہیں، آپ کاپی کرتے ہو سلام کی، وہ نہیں چلے گی. سر مجھے لگا حاجی بھی چینج ہوتا، یہ بھی چینج ہو جائے دیکھیے گا بیٹا، دیکھیے اس بیٹا، اس لیے. کو پریکٹس کریں. دیکھیے بیٹا، یہ سمپل ہے، لیٹس کیپ اٹ سمپل، اٹ از ویری سمپل. دیکھو بیٹا، اس کو کیا کرنا ہے. ہمارے پاس پہلی بات تو یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا، وہ تو سب کو پتہ ہے نا بیٹا، کیونکہ یہ جملہ اسم سے سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ نعم نعم جيد جيد تفضل. نعم نعم بلا شيء يا جی، ہمارے پاس ایک سینٹنس ہے، اسم التاجر محمود. ما معنی هذه الجملہ؟ سر، تاجر تاجر کا کا نام نام محمود ہے. محمود ہے، ہم کیا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس سینٹنس میں؟ سر تاجر کا نام کیا ہے؟ اصل میں جاننے کیا کوشش کر، ہم نام جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یس سر، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ہم بول رہے ہیں تاجر کا نام محمود ہے، کیا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کس کے بارے میں خبر ہے؟ نام کے بارے میں. اب نعم کس کا نام ہے اب وہ تو دوسری بات ہے، لیکن اصل جو ہے بیٹا، جو ہمارا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم اصل میں بات کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، وہ اصل میں نام ہے، ہمیں نام نہیں پتا ہے تاجر کا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تاجر کا ہمیں نام نام نہیں پتا نام نہیں پتا ہے. سر. نعم نعم تفضل. سر لیکن بات تو تاجر کے بارے میں چل رہی ہے نا، تو سر تاجر بھی مبتدا آئے گا نا. دیکھیے بیٹا، دیکھیے بیٹا، اصل میں ہم تاجر کے نام کے بارے میں بات کر رہے ہیں،
नाम ठीक है बेटा, ताजर के नाम। के बारे में। हाँ, असल में हमें नाम जानना है इसका। ठीक है कैसे बेटा, नाम असल में हमें ताजर का जो नाम ही जानना है, इसीलिए तो नाम के ही बारे में फिर खबर दी गई है कि महमूद, ये तो महमूद है, ताजर जो है महमूद है। ठीक है बेटा, महमूद जी जयद जी जी उसका ना, तो असल में हमें नाम के बारे में पता करना है, तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो नाम ही होगा। हम कहेंगे इस्म जो है, इस्मु, ध्यान से बेटा इसको देखिए, इस्म हमारा बनेगा मुब्तदा। ठीक है बेटा, क्योंकि इसी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि नाम है क्या असल में, नाम के ही बारे में हम ढूंढ रहे थे, नाम के बारे में इंफॉर्मेशन, तो नाम हमारा क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट, नाम। हाँ, उसके बाद आपने बोला कि जो ताजर है ये बदल है, अगर ये बदल होता अभी बेटा तो यहाँ पर तो जेर है ताजर के नीचे और इसम जो है इस पर तो पेश है, हमने तो बोला था कि जिसका बदल होगा और जो बदल होगा वो दोनों सेम होंगे, बोला था कि नहीं बोला था। नाम नाम, नाम हाँ ठीक है बेटा, तो उस लिहाज से भी ये बदल नहीं बनती, और हमने बताया था कि बदल तब होता है जब अस्माउल इशारा के बाद कोई नाम आएगा, उस पर अलिफ लाम होगा, तब बदल बनेगा, बोला था कि नहीं बोला था। तो बोला था नाम, ना बोला जी बोला जी नाम, जयद जिद, जयद जिद, इधन। तो इस्म जो है ये हमारा मुब्तदा बनेगा, और ये जो नाम है इसको हमने हाँ जोड़ा है ताजर की तरफ, ताजर का नाम, इसको हमने लिंक की है, रिलेट किया है इस नाम को ताजर की तरफ। जयद, देगी तो मुमताज ना, नाम तो इस्म जो है ये हमारा मुदाफ ही बनता है, इसलिए यहाँ पर अलिफ लाम नहीं आई है बेटा, और इसलिए यहाँ पर तनवीन भी नहीं आई है। जयद जी जी बस ना, ये समझ सब तू सर और ना, बताओ ना, ये सब कवायद हमने पढ़े हैं बेटा, सिर्फ हमको क्या करना है, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। जयद, तफ़द्दल या अरसलान, तफ़द्दल। सर जो इस्म ताजरी है ना नाम, सर। देखिए हम ताजर के नाम के बारे में बात कर रहे हैं ना सर, नाम कौन, तो ये मुक्तदा बनना चाहिए ना देखो सर। इस मुताजिर बेटा असल में इस्म है, ठीक है बेटा, असल जो मैं यही बोल रहा था, असल हमें क्या जानना है इसमें, नाम ही तो जानना है ना। नाम यस अब सर वो दूसरा मसाला है कि ये ताजर का नाम है, डॉक्टर का नाम है, ये फिर इजाफत होगी इस्म नाम की, यस असल में तो नाम ही है नाम बेटा, यस सर असल में नाम ही है। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि नाम जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। तमाम 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 जी, अब हम उस पर बात करेंगे जो आपने बोला ताजर, अब हम बोलेंगे जो नाम है ये सिर्फ हमारा सब्जेक्ट ही नहीं बनता है बल्कि ये मुजाब भी बनता है, इसकी इजाफत की गई है। जयद, फहम तुम? ठीक फहम ना यार है उस्ताद बेटा, ये सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं है हमारा बल्कि इसको रिलेट भी किया गया है, इसकी इसकी रिलेशन भी है किसी और नाम के साथ। ठीक है बेटा, वो हम अभी देखेंगे। इस्म जो है ये हमारा मुब्तदा है, सिर्फ मुब्तदा नहीं है बल्कि ये मुजाब भी है, हम लिखेंगे वह मुजाफ। चाहिए, अब हमारे पास है अताजर, ये जो ताजर है ये हमारा मुदाफ इलेही है, क्योंकि जो हमारा नाम है इसम, इसको इसके साथ जोड़ा गया है, देयर इज अ लिंक बिटवीन देम। ठीक है बेटा, मुदाफ इलेही मजरूर, फहमतुम वल्ला। ना ना जयद, अब हम देखते हैं कि हमारे पास खबर क्या है। खबर है महमूद, यानी ताजर का जो नाम है, नाम जो है ताजर का वो महमूद साहब है, हम लिखेंगे महमूद, महमूद खबर मरफू। जयद, जी जयद जिद, जयद। इसी तरीके से हमारे पास है इस्म तबीबी सईद, जयद।
اسم الطبيب. سعيد تفضل، عندك سؤال تفضل. لا لا جيد، देखिए बेटा वा जो है حرف عطف، मैंने इसको क्यों पेंडिंग रखा حرف عطف को एक्सप्लेन करने में؟ مجھے پتہ ہے کہ پہلے ہمیں جو رول ہم نے پڑھے پہلے تو وہ ہمارے سٹرانگ ہو جائے بیٹا، ٹھیک ہے بیٹا؟ نعم ہاں ہم ادھر ادھر نہیں کرنا چاہتے ہیں، کبھی ہم بولیں گے مبتدا کو بدل، کبھی ہم بولیں گے مضاف الیہ کو بدل، کبھی بولیں گے بدل کو مضاف الیہ، ویسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ yes sir, yes sir. نعم جی، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا بإذن اللہ تبارک و تعالی. نعم، اس کے بعد واسم الطبيب سعيد وحرف عطف، اسم مبتدأ وهو مضاف، الطبيب مضاف إليه، سعيد خبر، خلاص سهل جدا أليس كذلك؟ بلى جيد بلى جيد جدا. أب ديكي بلى نعم، اقرأ يا مزمل أحمد، هل فهمت؟ فهمت فهمت. جيد جيد، نعم تفضل يا مزمل تفضل. نعم سر، يهاب بي محمود آيغا نا سر، سنجل خبر نعم تو سر، يه تو مجرور مجرور بنانا چاہیے، مجرور، نكرة نقول مرفوع ماذا نقول سر، مجرور؟ نكرة. نعم نعم ہمنے بولا تھا کہ جب ون ورڈ خبر آئے گی بیٹا، ریممبر، نعم تو وہ نکرہ ہوگی اور مرفوع، لا مجرور، مجرور نہیں بولا تھا، مرفوع بولا تھا، ٹھیک ہے بیٹا؟ نعم يا سر جيد، جيد. لا بس لا بس، جيد جدا جيد جدا، یاد رکھیے بیٹا کوئی بات نہیں، جتنا ہم سر میں نے پریکٹس مجرور کریں گے. لکھا، ہاں سر میں نے مجرور لکھا تھا، اسی لیے میں سر کنفرم کرا تھا. نہیں 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 کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مرفوع ہے، جيد جدا جيد جدا. نعم اقرأ هذه الجملة يا مزمل. نعم هذا البيت بيت للتاجر، وذلك البيت للطبيب. ما شاء الله ما شاء الله، جيد جدا، بارك الله فيك. ترجم سر وہ یہ گھر تاجر کا ہے یا تاجر کے لیے ہے؟ وہ گھر ڈاکٹر کا ہے یا ڈاکٹر کے لیے ہے؟ نعم، هذا البيت للتاجر، یہ گھر یہ تاجر کے لیے یا تاجر کا ہے، اور نعم وہ گھر ڈاکٹر کا ہے، تمام. نعم تمام نعم الآن أنا أريد منكم الإعراب، أنا أريد منكم الإعراب. نعم أعرب يا مزمل هذه الجملة، هذا البيت للتاجر. نعم نعم هذا اسمه إشارة. نعم بيت البيت بدل. نعم هذا مبتدأ، بيت التاجر خبر. كيف تقول بيت التاجر خبر؟ لا يوجد هنا بيت التاجر، هنا هذا البيت للتاجر، أليس كذلك؟ نعم 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 بلا يا شيخ، نعم البيت للتاجر خبر. لا 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 لا، أخطأت يا حبيبي. نحن نقول هم بولينج بيتا، هذا جيد نعم مبتدأ، جيد، ده اسمه إشارة. نعم ومعلوم ومعروف، هذا اسم إشارة، تمام نعم تمام مبتدأ، ثم البيت، بدل نعم بلا شك إنه لا مضاف لي، لا نقول لا 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 بدل، فقط بدل، تمام نعم ثم اللام، نعم جيد حرف عفوا جر، استاذ فجر. نعم جيد أليس كذلك؟ بلا يا شيخ، جيد جدا جيد جدا. التاجر اسم التاجر مجرور، نعم اسمه مدير. نعم اسم مجرور، جار مجرور، شبه جملة خبر، نعم تمام تمام يا أستاذ. جيد، بارك الله فيكم. وأما نعم وذلك البيت للطبيب،
نحن نقول أو نعرب هكذا وحرف عطف، تمام؟ نعم وحرف عطف، جيد. ثم ذلك البيت للطبيب، نعم ذلك نفس اسم الإعراب، نفس شهر، الإعراب. ذلك مبتدأ، اسم شهر نعم واسم شهر. معروف اللي هو اسم إشارة، نعم ذلك اسم إشارة مبتدأ. نعم البيت بدل ما شاء الله، البيت، بدل نعم بدل، لي لام لام، نقول لام نكتب نعم حرف جر، نعم حرف جر، اسمه حرف جر، نعم حرف حرف جر جر، وجار طبيب، طبيب أي سر اسم حرف مجرور، اسمه جر نعم اسم مجرور، تمام، اسم مجرور، تمام، هذه اسم مجرور، جار مجرور، شبه نعم جملة جار مجرور أي شبه جملة، نعم خبر، جيد. تمام عارف نعم هكذا تعربون، جيد. اسی طریقے سے آپ بیٹا اعراب کرو گے. تفضل يا شان، نعم تفضل تفضل، اهلا وسهلا، تفضل. سر جو لیمن ہے نا نعم تو ہم لوگ گرامیٹیکلی کیا ہم لوگ کہیں گے مطلب؟ دیکھیں بیٹا اس کو ہم انشاءاللہ پہلے ہم اس پہ پہلے کیا بولتے اس کو اچھے سے یاد کر لیں پھر لیمن پر آئیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ نعم ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے پھر ہمارے پاس کوئی کچھ چیز بچے گی نہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ پہلے ہم اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، جید؟ جيد ہاں دیکھیں بیٹا یہ جو اعراب ہم نے آج کیے ان کو آپ دیکھیے، ان کو آپ یاد کیجئے، ان کی پریکٹس کیجئے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ورک شیٹ شاید میں نے آپ کو سینڈ کی ہے، ورک شیٹ لیسن 8 کے، ٹھیک ہے میں سینڈ کروں گا یہ، تو ان کو دیکھیے، سینٹنس نکالیے اس میں سے، اعراب کیجئے، پریکٹس کیجئے، جتنا آپ خود پریکٹس کریں گے بیٹا اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا، جید ٹائم جید، نعم جيد تفضل يا أحمد، تفضل، أهلا وسهلا، تفضل اقرأ. نعم لمن هذه الله بصوت السيارة عال، بصوت عال، من فضلك بصوت عال. لمن هذه السيارة طيارة نعم ولمن لمن هذه السيارة، نعم ولمن تلك نعم ترجم. ये गाड़ी किसकी है और वो किसकी ما شاء الله ما شاء الله، نعم استمر. لمن ये गाड़ी किसकी يلا है استمر استمر، continue continue. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر نعم ترجم. ये गाड़ी डॉक्टर की है डॉक्टर के लिए है और ये और वो ताजिर के लिए جيد جدا جيد جدا، ممتاز ممتاز، نعم. اب ہم بیٹا اس کا اعراب کرتے ہیں، ایسے ہی اس کو کرنا ہے جیسے ابھی ہم نے کیا، جید. اوکے سر ہمارے پاس ہے هذه السيارة للطبيب، نعم دیکھیں بیٹا اس کا کون اعراب کرے گا، ماشاءاللہ ہینڈ ریز کیجئے، نعم تفضل يا ارسلان، تفضل. نعم هذه اسم إشارة نعم عفوا، لحظة لحظة، نعم هذه اسم اسم إشارة، اسم إشارة إشارة، وخبر خبر، مبتدأ نعم اسم عفوا إشارة مبتدأ، نعم السيارة بدل جيد جدا. انتظر يا مزمل، انتظر دقيقة، عندك سؤال تفضل تفضل. استمر يا أستاذ جيد، السيارة بدل بدل، نعم جيد، اللام
اللام حرف جر. نعم حرف جر. طبيبي. الطبيبي. نعم الطبيبي. سر اسم مجرور. اسم. نعم اسم مجرور. फिर बेटा ये जो للطبيب है ना दोनों मिलकर يسر इसको يسر. बोलते हैं جار ومجرور. جار ومجرور وشبه جملة خبر. جار ومجرور شبه جملة، ये दोनों मिलकर شبه جملة बनते हैं. نعم وخبر. شبه جملة خبر. جيد جيد. نعم. अब देखिए बेटा हमारे पास है تلك للتاجر. نعم وتلك للتاجر. للتاجر. نعم تفضل يا كون اعراب करेगा इसका वो हैंड रेज करें. نعم شيان تفضل. نعم हमारे पास है देखिए बेटा हमारे पास सेंटेंस क्या है. हमारे पास है تلك للتاجر. جيد جيد. نعم تفضل. تلك تلك مبتدأ. جيد جدا. تلك مبتدأ لعلام وعلام حرف مجرور. حرف جار. حرف جار. مجرور نہیں بیٹا حرف جار ہے. حرف نعم جار. تاجر نعم حرف جر. لا حرف جر هنا لام. اب تاجر کہاں سے ہوگا نعم تو بورڈ ہے. نعم التاجر یہ تو ناؤن ہے بیٹا اسم مجرور. اسم مجرور. نعم و علام التاجر جار مجرور. للتاجر نقول للتاجر. جيد جيد. نعم جار جار مجرور ومجرور. ومجرور وشبه جملة خبر. देखो बेटा जार व मजरूर इसी के साथ फिर शिबह जुमला. شبه جملة خبر. نعم شبه جملة خبر. خبر. تمام تمام. فهمتم. فهمنا. سبق السنة. تفضل 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 عندك سؤال تفضل. مزمل عندك سؤال تفضل. جيد أرسلان هل عندك سؤال؟ هل من سؤال؟ لا أحمد هل من سؤال؟ لا لا أسرار هل من سؤال؟ لا شيان هل عندك سؤال؟ لا يا أستاذ. جيد جدا جيد جدا. अब देखिए बेटा ये जो हमारे पास है माशाल्लाह काफी अच्छे वर्कशीट्स उन्होंने बनाए हैं जज़ाकल्लाहु खैरा. मैं आपको होमवर्क रखूँगा ठीक है बेटा. ये जो ये पेज है बेटा आप देख रहे हैं. نعم हाँ نعم واحد اثنان ثلاثة أربعة نعم خمسة ستة كتنے بيتا؟ واحد ارسل. اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة شيء هي ٹھیک ہے بيتا؟ نعم ہاں شيء یہاں سینٹنس ہے. پاس. نعم شيء سینٹنسیز ہے بيتا. آپ چھ کے چھ سینٹنسیز کا اعراب کر کے دیں گے سب. نعم فہمتم؟ نعم اس کو بكل ہم نعم ان شاء نعم اللہ کل بكل جو آپ کے سرور. جو اعراب ہوں گے وہ ہم ان شاء اللہ کل ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے بیٹا. آپ خود کریں گے خود پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے بیٹا. هذا الطالب من الهند وذلك الطالب من امریکا. هذا اسم اشارة مبتدأ. الطالب بدل من الهند جار مجرور شبه جملة خبر. تمام من حرف جر الهند اسم مجرور. جيد 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 جيد. نعم اسی طریقے سے هذا الدفتر لخالد. هذا مبتدأ بدفتر بدل اللام حرف جر خالد اسم مجرور جار مجرور شبه جملة خبر. تمام 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 ایسے بیٹا یہ جو ہے آپ ان کو کریں گے. نعم اب دیکھیں بیٹا
कहते हैं कारिन, यानी कंपेयर करना है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, हमने पढ़ा हादा तालिबुन, नाम दिस इज अ स्टूडेंट, नाम ये कंप्लीट सेंटेंस है। हमारे पास एक सब्जेक्ट है, वी हैव द सब्जेक्ट एंड वी हैव द प्रेडिकेट, तमाम। हादा मुब्तदा, तालिबुन खबर। अब हमने सीखा कि दिस स्टूडेंट कैसे बोलेंगे अरबिक में, और जो ये सिर्फ दिस स्टूडेंट जो होता है बेटा, ठीक है, इतना ही, दिस स्टूडेंट इट इज अ नाम, इट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, तमाम। जी जिद्दन, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें प्रेडिकेट लाना पड़ेगा। जयद ना, तो फिर देखिए, इसको हमने ठीक किया, हमने इसको कंप्लीट बनाया, कैसे, हमने बोला हादा तालिबु मिन अल हिंदी। ठीक है बेटा, दिस स्टूडेंट इज फ्रॉम इंडिया, तमाम। तमाम तमाम जी जिद्दन, है यहाँ पर हाजा जो है हमारा ये मुब्तदा बनेगा, अत्तालिबु बदल, मिन हमारा हर्फ जर, हिंद हमारा इस्म मजरूर, और जो है हर्फ जर से, हर्फ जर और इस्म मजरूर जो है, इनको हम बोलते हैं जार व मजरूर, शिबू जुमला खबर, तमाम। تمام جيد جدا جيد جدا، تمام هل من سؤال؟ لا لا جيد جيد، نكتفي على هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.